هوروسكوب. هوروسكوب مع داليا برعايه جوزيف معلوف كوافير سبا استيتيك. صباح الورد الياسمين والفل لكل اللي متابعينا على السمع. شو مخبلنا الفلك لليوم؟ خلينا نتعرف سوا. برج الحمل، تنفرج أسريرك اليوم وبتكون قادر على أنك تحقق انتصار على الصعيد المهني، فمبروك سلف. إما تلقي اللوم على الحظ ونجوم ولا على الحبيب، على المشاكل اللي عم بتصادف العلاقة، ولكن اقعد معه وحط النقاط على الحروف. برج الثور، تتطور الأمور بشكل أفضل وبتنصهر مع محيطك بشكل كتير لافت وبتتحسن الأوضاع المالية. انت على علم ودراية بحب الشريك، فما تزعله لأنه ما بيخاف على شي بهالدنيا مثل ما بيخاف عليك. برج الجوزاء، انت اليوم مشغول وفاضي، يعني عندك أمور ومسؤوليات كتيرة وما عارف من وين بدك تبدأ. حدد أولوياتك ويلا تتبادل العواطف مع أحد الزملاء أو المسؤولين، وبتكون واثق من نفسك وعلى بالك تقضي أوقات كتير حلوة. برج السرطان، تتمتع بأفكار ذكية وبسرعة بديهة واضحة بتخليك تخطف الأضواء. إذا محتار كيف بدك تفاجئ الحبيب، ما إلك إلا أنك تعمل لوك جديد وهيدا أحلى سوربريز. برج الأسد، تنشغل بتعزيز وضعك المادي وبتسعى للحصول على مردود إضافي من خلال مشروع أو حتى تجربة تقوم فيها. ما تجادل وما تخلق المشاكل مع الشريك، حاول قد ما فيك تتغاضى عن الأمور المزاجية وعالج الموضوع بهدوء وروية. برج العذراء، حان الوقت أيها العذراء أنك تنتبه على نفسك وتطلب المساعدة لما بتكون بحاجة إلى، فالاستعانة بزملائك أو حتى أصدقائك منه أبداً عيب. بتعيش مرحلة ديناميكية على الصعيد العاطفي وبتلاقي أنه كل أحلامك عم تتحقق من هالناحية. برج الميزان، بتضاعف جهودك وبتنظم جدول أعمالك لتتفادى أي تقصير، وبتكون مثل العادة قد المسؤولية. بيطلع على بالك تتسلى مع الشريك وبتقوم بنشاط رياضة أو حتى مسابقة وبتقضي وقت كتير ممتع. برج العقرب، إلك فترة عم بتفكر باستراتيجية جديدة بتدر عليك الأموال والأرباح، وحين الوقت لتقوم بتنفيذها. بتتلج على قلبك بالطمأنينة وراحة البال وبتلاقي التسلية والانسجام ضمن المجموعة، وانتبه لأنه من الممكن أنها تجلب لك الحب كمان. برج القوس، بتناقش وبتساوم بنجاح وبيكون إلك لقاءات ومشاورات مع أحد كبار المسؤولين، وبتلاقي حالك عم بتعبر عن ذاتك بكل طلاقة. إذا كنت عازب وعم تبحث عن الشخص اللي بيعبي عليك حياتك، فما إلك إلا أنه تستمع لقلبك وعقلك لتقوم بالخيار الأنسب. برج الجدي، تشعر ببعض الضغوطات اليوم على الصعيد المهني والسبب بيعود لعجقة الشغل عليك، ولكن تذكر دايما أن الضوء بنهاية النفق. ليش ما بتحاول الترويح عن نفسك وعن الشريك وبتحضر لأمسية إلكن أنتو الاثنين وبس؟ يمكن بتحضروا موفي أو حتى بترفقونا على أنغام إذاعة الشرق الأوسط لتصير القعدة أحلى وأجمل. برج الدلو، أنت بتتمتع بأفكار مذهلة وعظيمة، ولكن إذا ما وضعتها للعلن رح تبقى مخبية وما رح تقدر تبرز كفاءتك، فما بقى تتأخر بعرضها. إذا مزعوج من الشريك وما بقى بدك تقله، ما إلك إلا تذكره بالعناصر الحلوة للعلاقة من بدايتها ولغاية اليوم. برج الحوت، حان الوقت يا عزيزي لتاخد قسط من الراحة والاستمتاع برفقة الأحبة من العمل وضوضاء الحياة. الشريك مثلك تمام بحاجة للاهتمام والحنين، يعني بعض العناية من قبلك بتحسن الأوضاع العامة. أورفوار ويعتري بينتو. أوروسكوب برعاية جوزيف معلوف كوافير سبا استيتيك 450-934-9888.